هذه مراجعة للينكن كو 05. في البداية نبذة عن شركة لينكن كو. شركة لينكن كو هي عبارة عن شركة تم تأسيسها في السويد عام 2016، وهي بالشراكة بين شركة جيلي وشركة فولفو. وللي ما يعرف، أساسا شركة جيلي أو جيلي جروب تمتلك علامة فولفو وتمتلك علامة جيلي ولينكن كو، وبرضه تمتلك شركة بولستر، وهي الفئة الكهربائية من سيارات فولفو. طبعا يتم تصميم سيارات لينكن كو والاهتمام فيها وتطويرها في السويد، ولكن صناعتها داخل الصين. وبالنسبة للسيارة اللي معانا اليوم الزيرو فايف، تم إطلاقها في عام 2020. ولينكن كو تعتبر جديدة في السوق السعودي، وتوها داخلة عن طريق وكيلها الجبر للسيارات. والسيارة إلى الآن وقت تصوير هذا الفيديو لا تم الإعلان عن أسعارها، ولا تم الإعلان عن أماكن الصالات تعرض السيارة، ولكن راح يتم الإعلان عنها خلال الأيام الجاية. في البداية خلونا نتكلم عن الماكينة. السيارة تجيب ماكينة 4 سلندر 2 لتر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 350 نيوتن متر. وبصراحة على فئة السيارة يعتبر عزمها متوسط. من الأشياء اللي عجبتني في السيارة إنها أقرب منها تكون أوروبية عن أنها تكون صينية، زي ما راح أوريكم في مراجعتنا اليوم. ومن أبسط الأمثلة فتح الكبوت. السيارات الأوروبية مشهورة أنك لازم تسحب الزر مرتين علشان يطلع الكبوت زي ما أنتم شايفين الحين، وبعدها تقدر ترفع الكبوت. ومن الأشياء الرهيبة اللي توريك اهتمامهم أنهم أقرب للأوروبية من أن تكون السيارة صينية، اهتمامهم بأن القفل حق الكبوت موجود في الجهتين علشان يعطي أمان أكبر للسيارة. وإذا جينا شكل السيارة الأمامي، بصراحة تصميمها يعتبر في البداية تحس إنه شوي غريب، بعض الناس ممكن يشوفه قبيح. شخصياً في البداية استنكرت التصميم شوي، ولكن بعد ما تعودت عليه أشوف تصميم السيارة جميل ولمساتها جميلة. طبعاً في البداية نجي مع علامة الكبوت أو علامة الشركة. الشركة لها علامتين في البداية اللي هي لينكن كو كتابة، وبرضو فيه رسمة الدرع اللي هم حاطينها موجودة في تقريباً بس في الكبوت وفي بعض الأماكن الثانية راح أوريكم إياها في السيارة، لكن العلامة المنتشرة هي كتابة لينكن كو. ومن الأشياء الموجودة في الأمام طبعاً وجود الكاميرا الأمامية، وجود الرادار، وإنارات LED مع إنارات LED النهارية الموجودة هنا فوق. ومن الأشياء الجميلة فيها أنك إذا دقيت إشارة تقدر تشوفها من داخل السيارة لأنها موجودة في الركن الأمامي فوق في السيارة. وطبعاً السيارة يجي فيها حساسات أمامية، والإنارة الموجودة LED تفاعلية مع الدركسان، بحيث أنك لما تلف راح تلف معاك الإنارة. بالنسبة لجانب السيارة في البداية نتكلم عن الجنوط. الجنوط تجي مقاس 20 إنش. بصراحة تكحيلة الجنوط شوي جاية على لون مطفي، معطي شكل الجنط شكل رياضي وجميل للأمانة. اما اذا جينا نتكلم عن تصميم السياره الجانبي، طبعا موجود هنا غطاء بلاستيك مع كتابه لينكن كو وتطعيمات باللون الفضي واللون الاسود، ومن هنا تبدا خطوط السياره الجانبيه. بصراحه يعطي السياره تصميم رياضي وجميل للامانه. دخول الذكي بس على باب السائق مع وجود علامه البصمه على شكل علامه المفتاح او الدرع حق لينكن كو. المرايه الجانبيه جايه مفصوله عن القزاز الجانبي، وهذا الشيء يخفف من الضوضاء. وجود نقاط عمياء اكيد وكاميرات جانبيه. اللون السك من هنا جاي باللون الاسود بحيث انه يعطي السياره شكل رياضي اكبر. من الاشياء الغريبه صراحه ما كنت شفتها قبل في اي سياره ثانيه، لون التطعيم الموجود على حواف الباب جاي باللون الاسود المطفي، ولكن فيه لمعه خفيفه. طالع شكل السياره وتصميمها جدا جميل. الأشياء الجميلة اللي توريك اهتمامهم بالتفاصيل إنك إذا فتحت الباب يمتد إلى نهاية السيارة، بحيث إنه لو كان في مطر أو أوساخ جانب السيارة اللي راح يتوسخ هنا، بحيث إنه الوسخ ما راح يدخل على جوا وكذا يوسخ الملابس. والشيء الثاني الرهيب في السيارة موضوع الربل. الربل موجود على تحت الباب في نهايته، بحيث إنه يعطيك عزل أفضل للصوت، وبرضه عزل على الأوساخ جانب السيارة. في نفس الوقت موجود ربل برضه على حافة الباب نفسها، بحيث إنها تعطيك عزل إضافي للصوت. من الأشياء الجميلة في السيارة إنها تجيب نظام مرتفع الرباعي، بحيث إنها تعطيك تماسك أفضل وأمان أكبر. برضو من ضمن اللمسات الموجودة في السيارة أكيد هي قصة الكوبي اللي أغلب الناس يحبونها. قصة الكوبي شوية مسوين عليها لمسات، بحيث إنهم ضايفين الجانب باللون الأسود مع خطوط شوي بشكل غريب، يمكن عشان تعطي تصميم رياضي، لأنها ما أتوقع لها علاقة بالسيارة. بالنسبة لتصميم السيارة الخلفي، فالإنارة الموجودة عليها LED طبعا موجودة في البار المتصل هذا باللون الأسود، وإنارات الإشارات الموجودة عليها تتابعية. طبعا في حالة طفيت الإنارات هذا اللون راح يكون لون شفاف. شكل السيارة من وراء بصراحة جميل ويعطيها شكل رياضي أكثر. طبعا يجي عليها حساسات خلفية، يجي عليها الكاميرا الخلفية، فتحتين للإكزوز عشان تعطي طابع رياضي أكثر، شكل الدفيوزر برضو بتصميم رياضي علشان يعطي طابع رياضي مرة ثانية. العلامات اللي عليها في الخلف هي كتابة لينك أند كو بدل ما كان علامة الدرع زي الموجود في الأمام. برضو من ضمن الأشياء الحلوة موجود علامة أو اسم السيارة
05 في الجهة الثانية مع علامة All Wheel Drive. من الأشياء الحلوة أني حبيت أن الكاميرا تكون هنا فوق بدل ما تكون تحت، أبعد عن الأوساخ وأطول، تأخذ فترة أطول لما تحتاج أنك ترجع تنظفها. ومن ضمن الأشياء الجميلة فيها موضوع التصميم الشنطة الخلفي، الشنطة مصممة بحيث أن السيارة تحس كأن عليها جناح منها وفيها، يعني لما تشوفها من وراء ما تحس بجناح، ولكن التصميم مادينها شوي بزيادة علشان يطلع تصميم الجناح. بصراحة أنا حبيت هذا الشكل كثير وأعطاها بعد رياضي أكبر. وباب الشنطة في السيارة يجي كهربائي، إذا حبيت أنك تفتح الشنطة حاطين لك في علامة لينكن كو حرف الأول موجود في الأخير، فيه خطوط بصراحة ما أدري وش معنى الخطوط، ولكن ممكن عشان اللمس لأنه ينفتح باللمس مجرد ما تضغطه. بالنسبة لمساحة الشنطة بصراحة ما عرفت أحولها لتر، ولكن هذه بياناتها للي حاب يشوفها. من ضمن الأشياء الموجودة موجود الستار الموجودة هنا مع وجود كتابة لينكن كو عليها. بصراحة قاعدين يحاولون يعطون البراند بعد ولاء أكبر، بحيث أنهم حاطين اسم الشركة في كل مكان أو على كل قطعة تقريبا داخل السيارة. موجود طبعا السوب وفر من انفينيتي، كتابة لينكن كو مرة ثانية في أرضية السيارة، مع وجود مكان إضافي للتخزين تحت، وبرضه مكان ثالث تحت للسبير. مساحة الشنطة بصراحة من وجهة نظري أعتقد أنها متوسطة في فئتها، يعني من أهم السيارات اللي في فئتها الشنجان السي اس الـ 85 الجيل التوقيلة، طبعا مع أن الجيل تعتبر أقل لأنهم تقريبا يعتبرون أخوات في هذه الفئة، ولكن الجيل التوقيلة أو علامة الجيل بشكل عام أقل من لينكن كو، فالسيارة تعتبر فئتها أعلى شوي. ولكن من ناحية مساحة الشنطة أحسهم شوي متقاربين. طبعا لو شلت الستارة هذه راح تقدر تأخذ أغراض أكثر، ولكن ما هو كبير بسبة القصة الكوبيه. للي يحب قصة الكوبيه لازم يضحي بمساحة الشنطة، للي ما يحب قصة الكوبيه راح يأخذ مساحة شنطة أكبر. وبرضو من الأشياء الجميلة وجود إنارتين LED داخل الشنطة بحيث أنها تعطيك إنارة أفضل في الليل. وجود فتحة 12 فولت بحيث أنك لو حبيت تشبك أي شيء داخل الشنطة، أو حتى لما تكون بتسافر تقدر تشبك السيارة في شاحن بحيث أن بطاريتها ما تفضى. وبرضو من الأشياء الحلوة واهتمامهم بالتفاصيل أن حافة الشنطة عليها لمسة شيء مشابه للألمنيوم، مع وجود الخطوط مشابهة للخطوط الموجودة على جانب السيارة. يوجد برضو مكان صغير إضافي للتخزين داخل السيارة، ممكن تحط فيه مثلا علبة الزيت أو شيء مثل كذا، مع وجود الربل، ونفس الشيء الربل موجود عليه خطوط عشان يعطونك لمحة أكثر لاهتمامهم بالتفاصيل، يعني زي هذه اللمسات توريك الاهتمام بالتفاصيل بشكل كبير. وبرضو من ضمن الأشياء الموجودة موجود 4 هوكات بحيث أنك لو حبيت تحط الشبكة اللي ثبت الأغراض داخل السيارة. والحين تعالوا نتكلم أكثر عن داخلية السيارة. إذا جينا لداخلية السيارة راح تبين معانا قد إيش شركة لينكن كو مهتمة كثير في السيارة بالتفاصيل، ولأي درجة تحس إن السيارة تميل لأنها تكون سيارة أوروبية من إنها سيارة صينية أو سيارة آسيوية بشكل عام. في البداية نتكلم عن المقاعد، المقاعد جاية بتصميم رياضي مع كتابة لينكن كو، تطريز باللون الأحمر، ألوان الجلد بين الأسود، وبرضه موجود عليها الشمواه. بصراحة تصميم المقعد جميل وتحسه حاضن ويعطيك شعور رياضي أكثر. ما أدري إذا راح تتوفر بألوان غير الألوان الموجودة حاليا، ولكن شخصيا أنا أعرف أنه في كثير ناس ما يحبون داخلية باللون الأسود، أنا شخصيا من الناس اللي أتقبل اللون الأسود في الداخلية، فأشوف الداخلية الأمانة جميلة. وبرضو يجي التحكم مقعد السائق ومقعد الراكب بتحكم كهربائي. مقعد السائق يجي بخاصية التبريد والتدفئة، بينما مقعد الراكب فقط فيه نظام التدفئة. تصميم الدركسون بصراحة برضو من الأشياء الجميلة في السيارة، فيه نوعين من الجلد، الجلد المخرم والجلد العادي مع التطريز باللون الأحمر. يعطي السيارة لمسة جميلة، علامة لينكن كو موجودة في النص مع البوري. بالرغم أن دائما مكان البوري إذا حطوه جلد يعطي فخامة كبيرة للسيارة، إلا أنه هنا في لينكن كو ما هو موجود بالجلد، أكيد طبعا عشان يوفرون من قيمة السيارة. ولكن البلاستيك الموجود عليه بصراحة جميل، ملمسه حلو، تحس انه جودة عالية ما شفته في سيارات قبل كذا. وبرضو من الأشياء الجميلة وجود اللمسات اللي من الكروم المدخن أو الكروم السموك اللي يجي تحسه شوي مايل على انه يكون لون برونزي، يعني بين الكروم والبرونز. من ضمن الأشياء الموجودة فيه مسكة الباب، وطبعا لما تدقق عليها موجود عليها الخط المايل المشابه للمفتاح. بصراحة الاهتمام بهذه التفاصيل جدا رائعة. طبعا نفس اللمسة هذه موجودة برضو على الباب، علامات انفينيتي أو كتابة انفينيتي على السماعات برضو موجود عليها
لمسات الكروم هذه موجودة في الكنسول الوسطي، تعطي بعد وفخامة كبير للسيارة. وطبعا إنارات السقف الموجودة في السيارة تجي باللون الأبيض، ومقوة فخامة السيارة لما تشغلها وتطفيها ما تشتغل مرة واحدة وتطفى مرة واحدة، لا تجيك بشكل تدريجي تعكس لك الفخامة زي الموجودة مثلا على سيارة مرسيدس أو بي ام دبليو. هذه اللمسات بصراحة حلوة وتعطي بعد للسيارة زي ما قلت. بالنسبة للشاشة الموجودة على العدادات تقدر تتحكم بأنواع كثيرة من الثيمات، بين الثيم التقني والثيم الخاص والثيم الكلاسيكي، ويغير من شكل العدادات بشكل كبير، يعني تقدر تختار فعليا الشيء اللي يعجبك. طبعا على اليسار موجود عداد السرعة، على اليمين عداد الار بي ام، وبعض التفاصيل لو حاب تعرفها عن السيارة. مقاس الشاشة هذه 12.3 انش، بصراحة حجمها كبير، معانت منها سواء في النهار او في الليل، انارتها واضحة في النهار وبرضو في الليل، يعني بصراحة واضحة وضوح كامل. وبرضو من الاشياء الحلوة انه فوق الطبلون تلقى لمسات بالخيوط الحمراء مع الجلد، ما هو على كامل الطبلون لكن كذا يتوريك التفاصيل في السيارة، ان مثلا هذه الجهة موجودة مثلا من البلاستيك وهذه الجهة من الجلد. التنوع هذا في الماتيريالز داخل السيارة والمواد بصراحة حلو جدا. وعلى طار البلاستيك الموجود على طبلون السيارة، نفس الشيء لما تلمسه تحس انه من نوعية ممتازة، تحس انه شوي فيه فوم بحيث انه يمتص الاصوات فما يطلع لك اصوات ديكورات، وفي نفس الوقت ما حاطين لك عليه كأنه مربعات صغيرة او هيكسجونز. التصميم جميل، إضافة حلوة للسيارة، وفي نفس الوقت ميزة إنه ما يعكس عليك إنارة الشمس لأنه جاي بلون مطفي، فهذا مرة شيء جميل واهتمام بالتفاصيل. فتحات التكييف جاية فوق في أعلى الطبلون، وهذا شيء ممتاز بحيث إن الهواء يوصلك بشكل سريع. تكييف السيارة ممتاز حسب ما لاحظ، درجة الحرارة حاليا 36 والمكيف يعتبر بارد. برضو من الأشياء الحلوة الموجودة في الكنسول الوسطي وجود لمسات الشمواه مع التطريز باللون الأحمر. زي ما قلت لكم المواد المختلفة الموجودة في السيارة تعطي انعكاس بفخامتها. السيارة فعليا فخمة، الماتيريال الموجود داخلها فخم، يعني أي شخص حاب أنه يفكر ياخذ لينكن كو أنا أتمنى أنه يروح يشوف السيارة بنفسه، السيارة فعلا جميلة. وطبعاً الحين نتكلم عن الشاشة العملاقة الموجودة في النص، مقاسها 12.7. من أهم المزايا الموجودة في الشاشة أنها تدعم نظام الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو. استجابة الشاشة ممتازة، من ضمن كل السيارات الصينية اللي قد جربتها نظام الشاشة الموجود على لينكن كو يعتبر هو الأفضل تقريباً إلى الآن. أنا ما جربت أي سيارة صينية نظام الشاشة فيها أفضل. طبعاً زي ما قلت الشاشة كبيرة فيها تحكم بالتكييف، مو بكل خصائص التكييف ولكن موجود تحكم بالتكييف. موجود تحت زر خاص زي زر الهوم الموجود على الايباد، بحيث انك لو كنت داخل جوا الاعدادات وحبيت ترجع للشاشه الرئيسيه تقدر ترجع لها بشكل مباشر. من ضمن الاشياء اللي تقدر تتحكم فيها عن طريق الشاشه موضوع الاوتو بارك، مثل الايباد بمجرد ما تنزل اصبعك يطلع لك خاصيه الاوتو بارك، تضغطها وتبدا اجراءات التوقف الذكي او الالكتروني. ومن الاشياء الموجوده وجود الفرارات. انا بصراحه للتكييف والازرار الصوت انا احب انها تكون فرارات، اول شيء سهوله في الاستخدام وقله تعقيد. الجميل في السياره ان الفرارات الخاصه بالتكييف يستخدمونها لهدفين، الاول هو تغيير درجه الحراره، طبعا تقدر تغيرها عن طريق الشاشه او مباشره عن طريق هذه الفرارات، ولكن هي موجوده على فراره على اليمين وعلى اليسار، وكل واحد منهم يخدم هدف. كلهم تقدر تتحكم فيهم درجة الحرارة، ولكن موجود على اليسار فيه لما تضغط في النص يشغل لك وضعية السينك اللي هي درجات الحرارة للتكييف، ما تكون منفصلة تكون متشابهة. أما اللي موجود على اليمين تقدر تتحكم فيه بسرعة المكيف، ولما تضغط ضغطة إضافية راح يتحول وضعية درجة الحرارة. لو حبيت أنك تخلي وضعية درجة حرارة المكيف للراكب منفصلة عن السعق. وبرضو يوجد فيها شاحن لاسلكي، ولكن الشاحن اللاسلكي في السيارة هو شغال وتمام، وحتى مع وجود كفر على الجوال يشتغل بدون أي مشاكل. لكن الشيء الغريب اللي لاحظته وأول مرة أشوفه في أي سيارة إنه يشغل لي موضوع الولت في الأبل. أنا ما جربتها على أندرويد، لكن في الأبل مجرد ما أحطه تطلع لي البطاقة حقتي وكان السيارة تبغى تزرفك. وبرضه موجود على الجنب أزرار للتكييف، وضعية الاي سي، وضعية الأوتو عشان يكون دخول سريع على طول للمكيف بدل ما ترجع للشاشة. وزي ما قلت قد ما يقللون وجود المكيف وربطه بالشاشة كل ما كان أفضل، وكويس أنهم سووا هذا الشيء. طبعا الجير الموجود في السيارة جير من 8 سرعات، التحكم فيه بالبي
الشغله اللي ما حبيتها في الجير انه كل مره تبغى تحطها من البي الى الار او الى الدي لازم تضغط على وراء مرتين او على قدام مرتين في حال حبيت تحطها بالار. كثير من السيارات لا تضغط مره واحده مثلا يكون نفس الجير في ضغطتين على وراء او ضغطتين على قدام، حركتين على وراء وحركتين على قدام. في اللينكن كو لا، لازم انت مرتين تسويها على وراء او مرتين على قدام. هي فكرة اختصار وتعود يعني، ما هي مسألة كبيرة يعني، والجير سريع جدا يعني لو حركته بسرعة يستوعب بسرعة، ولكن حبيت لو كانت حركة واحدة مثل كثير من السيارات. وبرضه موجود زر درايف مود، طبعا وضعيات القيادة الموجودة في السيارة هي الايكو والكومفورت والديناميك اللي هي الرياضية، وفي وضعية الكروس ترين اللي هي لو حبيت تدخل السيارة شوي في الرمل. وتلقى فرار الصوت له وظيفتين، طبعا الأولى انه يوقف ويشغل المقطع اللي انت مشغله سواء الراديو او اي مقطع انت مشغله عن طريق الجوال، يتحكم بالصوت عن طريق الفرار، وتقدر تتحكم بالصوت برضو عن طريق الدركسون، وبرضو تتحكم بالصوت عن طريق الشاشه، يعني عندك ثلاث طرق للتحكم بالصوت وكلها سهله وكلها تقدر توصلها بسرعه. والتكايه الموجوده في السياره تقدر تحركها على وراء وعلى قدام. نادرا ما اجيب طاري التكايه انا في مراجعاتي، ولكن الجميل فيها انك تحس بجودتها لما تحركها، ما فيها حركه كثير، ما فيها اي صوت، تحس بجودتها في الحركة، حركتها شوي سلسة. طبعا تحتها مباشرة راح تلقى زي الستارة أو الدرج علشان لما تشيله يطلع لك اثنين حامل أكواب، وبرضو يوجد فيها مكان الحفظ البطاقات سواء إذا كانت الجراج اللي تدخله يحتاج بطاقة للدوام أو للبيت، بغض النظر يوجد فيه مكان لحفظ البطاقات تقدر تشيل فيه أكثر من بطاقة. من الأشياء الجميلة والتفاصيل اللي أنا أتكلم عنها موضوع الكتالوج الموجود للسيارة أو دفتر الاستخدام حق السيارة، الاهتمام في التفاصيل فيه جدا عالي، تحس بالكواليتي الموجودة عليه، كذا جاية في صندوق مع وجود مغناطيس عليه، وجود حبل علشان تسحب الكتاب بكل سهولة ويطلع لك. هذه الأشياء صراحة رهيبة، طبعا مكتوب عليه دليل المالك لينكن كو 05، فالكتيب مكتوب عليه بدال كتيب الضمان كتيب الصمان، عربي شوية شوية. من ضمن الأشياء الجميلة في المقاعد الخلفية الاهتمام برضو بالتفاصيل واصل إلى هنا، لمسات الجلد مع الشمواه، التطريز باللون الأحمر، حتى تصميم المقعد الخلفي تحسه مشابه شوي للمقعد الأمامي، تحس إنه شوي حاضن وعلى شكل رياضي. برضو من ضمن الأشياء والمنظر الجميل بصراحة المقعد الأمامي قدامك، وجود لمسات الكروم السموكت اللي قلت لكم عليه مع كتابة لينكن كو، يحسسك فعليا ان السيارة فخمة. طبعا وجود برضو سماعات انفينيتي، نسيت اقول لكم النظام الصوتي هنا انفينيتي من 10 سماعات، جودة الصوت فيه من وجهة نظري اشوفها ممتازة. برضو من ضمن الاشياء الموجودة الانارات اللي موجودة في الخلف، طبعا انارة LED بيضة وتتحكم فيها عن طريق اللمس، وبرضو يوجد فيها ميكانيل تثبيت مقاعد الاطفال. بالنسبة للمساحة اللي في الخلف، مساحة الرأس والرجول بصراحة ممتازة بالرغم من حجم المقعد الكبير، أقدر أجلس هنا وأنا مرتاح. في موجود فتحتين للتكييف، برضو بالنسبة لفتحات الـ USB موجود فتحة واحدة للـ USB وفتحة USB-C مع البوابة. بصراحة ما أعرف الهدف من وجود البوابة، ولكن ما أعطيها شكل شوي جميل واهتمام بالتفاصيل. برضو من ضمن الأشياء الموجودة وجود التكاية مع اثنين حامل أكواب، بصراحة التكاية عادية يعني ما فيها أي شيء غير أنها من الجلد. وبرضو يوجد في السيارة فتحة السقف البانورامية، المميز أن فتحة السقف فيها شوي معتمة يعني ما تحس أنها قزاز عادي، فممكن تقلل شوي من حرارة السيارة في الصيف بالرغم من أن الداخلية سودة، فمهما حاولت تخفف دام الداخلية سودة ما راح تنفعك في الصيف. والحين تعالوا نتكلم أكثر عن قيادة السيارة على الطريق. بالنسبة لقيادة اللينكن كو 05 أو الـ05 على الطريق، بصراحة من الأشياء الجميلة اللي لاحظتها أول ما سكت السيارة أنك تحس أنك تسوق سيارة أوروبية. طبعا علشان تفهموني ما أقول لكم واو سواقة السيارة هذه أسطورية وما في مثلها، ولكن المقصد أنه سواقتها تختلف عن سواقات السيارات الآسيوية أو السيارات الصينية بالذات، يعني السيارة فعلا تحس أنك تسوق سيارة أقرب لأنها تكون أوروبية من أنها تكون صينية، وبالذات الفولفو يعني اللي قد ساق سيارات فولفو راح يستوعب أن السيارة
فعلا مقاربة جدا لسيارات الفولفو. والشيء اللي استغرب ان هذه السيارة زي ما قلت تصنع داخل الصين، اذا الصين عندهم القدرة انهم يصنعون سيارات بهذه الجودة فمعناها ان الشركات الثانية مجرد وقت وراح ترجع تصنع سيارات بهذه الجودة، وهذه الجودة بصراحة ممتازة. زي ما قلت الى الان انا ما ادري كم الاسعار، ما تم تحديد الاسعار، فراح تحدد لك اذا والله لا السيارة سعرها مبالغ فيه او لا السيارة سعرها ممتاز، لكن جودة السيارة ممتازة، هذا شيء ما عندي شك فيه. السيارة تحس بفخامتها، في النهاية سعرها راح يحدد قوة انتشارها وراح يحدد مين راح يكونون منافسينها المباشرين في الفئة السعرية. بالنسبة أهم شيء عند الناس اللي هو نظام العزل، عزل السيارة الأرضي أنا أشوفه متوسط، ما هو ممتاز، لا في صوت كفرات لكن الصوت خفيف شوي، ولكن عزل الهواء في السيارة نفس الشيء، في صوت هواء ولكنه ممتاز جدا، يعني إلى صوت 120 وصل تقريبا إلى 140 صوت الهواء في السيارة أبدا ما هو مزعج، وهذا شيء ممتاز. يعني في صوت هواء علشان ما أبالغ، ولكن صوت الهواء ضعيف، خصوصا أن القزاز الموجود في الأمام قزاز دبل، وبصراحة يعني أعتقد أنه ساعد كثير. صوت السيارات اللي جنبك ملحوظ ولكنه خفيف جدا، يعني اللي يدقق راح يسمع أكيد، ولكن ما هو مزعج، يعني ما تحس أنك راكب سيارة BMW أو رولز رويس من ناحية عزل الصوت، ولكن في نفس الوقت عزلها ممتاز، يعني مقارب جدا مثلا لعزل سيارات لكسس NX، مقارب جدا لنسبة عزل NX، وهذا شيء ممتاز. يعني NX في النهاية لكسس تعتبر سيارة فاخرة. أما بالنسبة لنظام التعليق في السيارة، شوف السيارة تماسكها ويعطيك شوي على أنها رياضي، ودائما أي سيارة تعطيك تماسك رياضي غالبا يصير نظام التعليق فيها شوي قاسي شوي تفاعلي، فالسيارة تحس مثلا بالحفر اللي موجودة في الشارع، ما تحس بها بشكل مزعج وتحس ان السيارة تنحرف معاها، ولكنك تحس بالانحرافات في السيارة. اقدر اميل لان السيارة شوي مريحة، لكن تحس بالاشياء الموجودة في الشارع، يعني اذا في حفرة او في هبوط شوي في الشارع راح تحس فيها، الحفر راح تسمع صوتها، راح تحس انك اخذت حفرة، لكن ابدا ما هو مزعج. الامتصاص داخل السيارة ممتاز، يوصل لك الاشياء اللي في الشارع يحسسك فيها، لكنه ما يزعجك، ما تحس انه يكسر ظهرك. فموضوع راحة السيارة انا اعطيها يعني متوسط الى ممتاز. اما اذا جينا لانظمة الامام في السيارة، فانظمة الامام في السيارة بصراحة ممتازة. الارباقات في كل مكان داخل السيارة، زي ما قلت فيها نظام الرادار، نظام النقاط العمياء، الحفاظ على المسار، وكل هذه الانظمة تقدر تتحكم فيها عن طريق الشاشة، سواء لو حبيت تشغلها او حبيت تطفيها. ونظام مثبت السرعة فيها بصراحة ذكي، تتحكم فيها عن طريق الدركسون، الخيار الاول يعطيك وضعيات اللي هو الليمت سبيد، وفكرة الليمت سبيد اللي هي مثلا لو كنت تمشي في الشارع سرعة 80 تقدر تحط له ان السرعة 80، بعدها انا ما ابغى اتجاوز هذه السرعة، فانت تتحكم بسرعة السيارة الى 80، لكنه راح تحس كأنه محدد سرعة، ما يزيد السرعة السيارة عن سرعة 80. طبعا في مثبت السرعة العادي، وبرضو في مثبت السرعة، طبعا مثبت السرعة العادي يشتغل على طول معاه الرادار بحيث انه يهدي ويسرع مع الزحمة، وفيها مثبت السرعة التفاعلي، ومثبت السرعة التفاعلي اللي هو يحافظ على المسار. طبعا من عيوب مثبت السرعة التفاعلي مع الحفاظ على المسار انك لو شلت يدك عن الدركسون مرة او مرتين وحس، يعطيك التنبيه الاول، يعطيك التنبيه الثاني، ثم على طول يفصل مثبت السرعة، فلازم تصير دائما حاط يدك على الدركسون. وبالنسبة للجلسة داخل السيارة بصراحة تحس انهم مصممين الكرسي بحيث انه يكون مرتفع داخل السيارة، فانت وانت جالس داخل السيارة ومع تصميم الكبوت وتصميم واجهة السيارة تحس انك فوق الشارع، يعني السيارات اللي بنفس ليفلها انت تحس درجة رؤيتك اعلى منهم، مع العلم ان السيارة ترى ما هي مرتفعة كثير، ومع ذلك الا انك تحس ان الرؤية فيها ممتازة. الانارات النهارية لانها جاية شوي على الزوايا مرتفعة كثير، لما تدق إشارة تقدر تشوفها من مقعد الساق، وهذه شوي لمسة جميلة بصراحة. أما بالنسبة لأبعاد السيارة وأنت تسوق، للأمانة أبعاد السيارة بصراحة حلوة، ما تحس بصعوبة وانت سايق السيارة. السيارة فيها نظام الأوتو بارك، في حالة أنك حبيت توقف مواقف ضيقة تقدر توقف عن نفسها. فيها كاميرات 360 درجة، وجودة الكاميرات فيها اشوفها بصراحة حلوة، يعني كاميرا فيها الوان وتقدر تشوف الالوان بشكل واضح، ولكن في الليل تحس انها تقرب اكثر للالوان، انها تكون بين الابيض والاسود.
اعتقدت في البداية ان هذا شوي من رداء الجودة كذا، اول نظرة تحس انه اوه ليش ما فيها الوان، ولكن لما تنتبه رؤية السيارة في الليل ممتازة، لما حولت السيارة الرؤية الليلية الابيض والاسود يصير تقريبا كل شيء قدامك واضح. فحطوا الكاميرا في الليل انها بين تميل على لون ابيض واسود فقط اللي هي بدون الوان، اعتقد انها عن طريق العمد علشان تعطيك رؤية اوضح في الليل. بالنسبة للأشياء اللي أنا أعتقد أنها شوي عيوب في السيارة، في البداية موضوع عزم السيارة. عزم السيارة لا بأس فيه، يعني السيارة بصراحة تمشي، عزمها ممتاز يعني على 4 سلندر، ولكن مقارنة بصرفية الوقود تحس المفروض يكون عزمها أقوى من كذا. السيارة شوي ثقيلة فتمسك شوي من العزم، يعني 250 حصان رقم ممتاز، لكن 350 نيوتن متر برضو رقم ممتاز، لكن نجينا لوزن السيارة بصراحة ما أدري شو السبب، لكن لما تدعس بالسيارة يعني السيارة اللي قبلها جربتها كانت أرقامها جدا مقاربة لهذه وعدد الأحصنة أقل، لكن العزم كان 350، ومع ذلك كنت أحس السيارة الثانية كانت أنشط بكثير بدون مسمى، أنشط بكثير من هذه السيارة. أعتقد أن السبب يرجع الموضوع في البداية الوزن، والشيء الثاني الدفع الرباعي، وأنت سايق طبعاً السيارة ما تكون دفع رباعي راح يكون أثقل في التسارع، وأنت ماشي وأنت واقف دفع رباعي أفضل. وصرفية الوقود في السيارة 14.3، بصراحة إلى الآن ما شفت بطاقة كفاءة الطاقة عليها، ولكن هذه أرقام صرفية الوقود، بنشوف لما تنزل أرقام بطاقة كفاءة الطاقة وأكيد راح تحصلوني مغطيها في حساباتي. وبرضه من الأشياء اللي ممكن تحطها في بالك من ناحية العيوب موضوع السعر، زي ما قلت إلى الآن ما تم الإعلان عن السعر، إلى الآن السيارة ما لها مراكز صيانة. علشان أكون صادق الموضوع يعني أبغى أكون محايد قد ما أقدر، بصراحة الجبر من الوكلاء الممتازين، خدمة فكية ممتازة، فروع الصيانة عندهم كثير، عندهم تعاقدات مع بترومين علشان الصيانات السريعة. أنا ما أدري إيش راح يسوون مع لينكن كو، السيارة باقي جديدة على بال ما يفتحون لها صالات عرض ومراكز صيانة، ما أدري كم راح تأخذ وقت. سعر السيارة إلى الآن ما تم الإعلان عنه، بانتظار الإعلان، فالسيارة ما زالت جديدة. هذا الشيء راح يحدد هل السيارة تستاهل أو لا، لكن اهتمام السيارة، اهتمام لينكن كو بالتفاصيل ممتازة. أنا بصراحة حاط في بالي أنه سعر السيارة من 150 إلى 160 ألف، فقاعد أقيمها بالنسبة لهذا السعر. إذا كان فعلا سعر السيارة 150 ألف، أنا أشوف السيارة ممتازة، ما هي رخيص أنك تدفع على صيني حسب اللي احنا فاهمينه وحسب اللي احنا نشوفه حاليا في السوق، أغلب الصيني تحت هذا السعر، ولكن على هذه السيارة 150 أنا أشوفها إذا كانت فعلا نزلت بهذا السعر فصراحة ما تتفوت، وما تتفوت لأني زي ما قلت اهتمامهم بالتفاصيل، اهتمام شركة أوروبية، اهتمام فولفو بسياراتها، ما تحس انك ماخذ سيارة بس حشو مواصفات وخلاص. نظام الأبل كار بلاي فيها ممتاز، يعني بعض السيارات الصينية اللي يكون فيها أبل كار بلاي، الأبل كار بلاي فيها يفصل، هنا إلى الآن ما لاحظت هذا الشيء، مرة واحدة علق طفيت السيارة وشغلتها واشتغل تمام، واللي علق تقريبا أغلب الشاشة، فما أدري وش كانت المشكلة منه، لكن هذا الشيء صادفني مرة واحدة عشان أكون صادق، لكن بعدها شغال تمام، السرعة الاستجابة في الشاشة ممتازة، فما أقدر أحطها عذر وحيد، لكن يعني للأمانة بس أقولها أنها مرة واحدة. السيارات الثانية بعض الحين يكون الأبل كار بلاي يشتغل وانت في نص مشوارك يرجع يفصل، ثم تشبك السلك ثم يرجع يفصل ويشبك، فبعض السيارات الأبل كار بلاي فيها خصوصا سيارات صينية يصير غريب شوي، هنا ما لاحظت هذا الشيء. وجهة نظري، إذا أنت تبحث عن سيارة مواصفات ممتازة، شكل ممتاز، صانع ممتاز مثل لينكن كو بالتعاون مع فولفو، بسعر مناسب، إذا فعلا سعر السيارة، وارجع أقول السيارة الآن ما تم الإعلان عن سعرها، لكن إذا سعر السيارة يتراوح من 150 إلى 160 ألف، أنا باعتقادي ووجهة نظري أشوف أنها صفقة مرة ممتازة. أي هالمبلغ تقدر تطلع سيارات يابانية، لكن ما هو بنفس الجودة، ما هو بنفس الاهتمام بالتفاصيل، هذا اللي يميز هذه السيارة. بصراحة مستقبلا لو جاني شخص وقال لي أبغى سيارة كروس أوفر أو SUV صغير، ولو فعلا كانت سعر السيارة من 150 إلى 160 ألف، فأعتقد أغلب الناس راح أنصحهم باللينكن كو. أرجع أقول هذا الشيء راح يعتمد بعدين على موضوع مراكز الصيانة، الجبر أثبت امتيازك كوكيل مع كيا، ولكن راح ننتظر ونشوف كيف لينكن كو اهتمامها أساسا بسوق الشرق الأوسط. إذا كان فيه اهتمام، إذا كانت مراكز الصيانة منتشرة، صيانة السيارة سهلة، فسيارة رهيبة. وهذه كانت مراجعتنا لسيارة اللينكن كو 05.
او 05. اتمنى انها نالت اعجابكم. لا تنسون بدعمكم بلايك سبسكرايب، ولا تنسون تشوفوا مقاطعنا اللي فاتت سواء عن البستيون البي 70 اس او عن الكي ال كي 8. ونشوفكم في الفيديوهات الجايه.